أتى رجل لسيدنا الحسن البصري رضي الله عنه، قال له عندي بنت بدي زوجها، انصحني لمين زوجها؟ قال له زوجها لمن يعرف الله ويحب الله. واحد بحب الله بيعرف الله زوج لها، إن أحبها أكرمها، وإن أكرهها لا يظلمها. في دين، في خوف من الله، في مراقبة. أما بيضربها وبيسبها وبيسب أهلها وبيسب، هذا إنسان لو صلى فصلاته لا تنفعه. قال عليه الصلاة والسلام: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. كل ما عم يصلي عم يبعد أكثر، ما تخلق بأخلاق الإسلام. زوجها لمن يحب الله ويعرف الله، إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها.